اتهم مواطنون وأطباء محتجون في تعز مدير مكتب الصحة راجح الملايكي بالفساد، مطالبين بتغييره ومحاسبته. وندد المحتجون بما وصفوه بالفساد في القطاع الصحي والسلطة المحلية، كما عبر المتظاهرون عن تضامنهم مع العاملين في المستشفى السويدي للأمومة والطفولة المهدد بالإغلاق. وطالب المتظاهرون بصرف رواتب العاملين في المستشفى السويدي وتخصيص الدعم اللازم من أجل استمرار تقديم خدماته المجانية للمواطنين. احنا كادر مستشفى اليمن السويدي خرجنا نطالب بحقوقنا، لانه كانت اطباء بلا حدود داعمين احنا من مده 5 سنوات، فلذلك الان كانت تدعم الاطفال تدعم الكادر، فسببت انهيار، سببت بوره في المستشفى، فلذلك الان المستشفى يعني الرقود للمواطن بفلوس، الحاضنه باليوم 7000 والعنايه 8000، فلذلك انه في اكثر من 70% متعاقد من الكادر في المستشفى من السويدي، واحنا لحد الان 3 شهور بدون رواتب، نشتغل بدون رواتب.